السلام عليكم، كيفكم أصدقائي؟ قمنا بإنشاء مجموعة فيسبوك خاصة بقناة آيديا لطرح المواضيع الجديدة وطرح المشاكل والحلول وطرح استفساراتكم وطرح اقتراحاتكم للمواضيع القادمة. رابط الجروب بتلاقوه بالوصف. السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم شباب؟ معكم قناة ايديا، رجعت لكم بفيديو سريع عن لعبة بيس 21 بالتعليق العربي مع الباتش العربي. بس عندي ملحوظة صغيرة حاب احكيها عن لعبة بيس 21. في بعض الشباب مفكرين انه لعبة بيس 21 هي لعبة مستقلة، يعني طلعت بعد بيس 2020. هذا الحكي مش صحيح. لعبة بيس 21 نفسها لعبة بيس 2020، منزل عليها باتش من شركة كونامي، بيت بوكس اسم الباتش. فلما تنزل على بيس 2020 هذا الباتش بتصير لعبة بيس 21. فلا يجي حدا ويحكي لك انه لعبة بيس 21 هي لعبة غير بيس 20 بالمرة، هذا الحكي مش صحيح. هي نفسها بيس 2020، منزلين عليها باتش رسمي من شركة كونامي، فبتصير بيس 21. انا عندي اللعبة الموجودة هون هي لعبة النسخة العربية، ومنزل عليها الباتش العربي. طبعا رقم النسخة بصير 1.08 بس تحدثه زي ما انتم شايفين. فحبيت بس اعمل هالفيديو واجرب اللعبة معاكم. خلينا نشغل اللعبة. سيداتي أنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في مباراة اليوم. أجواء جميلة قبل كل شيء. اللقاء سيقام في طقس رائع جدا بصراحة. جو كورة، جو يساعد اللاعبين على التألق، لذلك نتوقع أن نشاهد كرة قدم ممتعة. حديث للاعبين، يلا أعطوني ما لديكم، قدموا الكرة القدم اللي ننتظرها اليوم. رائعة هذه الأجواء هنا في المدرجات، الجماهير تضيف لمسة رائعة على هذا الملعب. شيء جنوني وغير عادي. You
وركلة البداية. يحاول أن يلعب كرة بينية. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ جوردي ألبا. تراوري يمر ويلعب كرة بينية. إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. نيلسون سيميدو. بيكيب ويلعبها للجانب الآخر من الملعب. محاولة من جهة اليسار. يلعب كرة داخل الصندوق. ويمر ليونيل ميسي. كرة في المرمى. جول. خذها مني ببساطة. هذه كرة لا تصد ولا ترد. عندما نقول لاعب يولد داخل منطقة الجزاء هذا هو الهداف. وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص. كرة في منتهى الروعة.